أحب الأول أتكلم عن التكريم ده. وديت دراسة اتعملت في جامعة ستانفورد من 2 دكاترة، أخدوا البيانات بتاعتهم من على النت. أكتر ناس في العالم نشرت أبحاث، أكتر ناس في العالم الأبحاث بتاعتها قرأت واتعمل لهم استشهاد. فكان من مصر الحمد لله حوالي 400 واحد، وأنا كنت واحد منهم. فدي خلاصة التكريم، يعني ده عبارة عن ايه؟ يعني في اخرين تكرموا من جامعات اخرى يعني. في حوالي اكتر من 390 واحد يعني. فكان من جامعة بورسعيد في 5، انا واحد منهم، وفي 2 زملاء من قسم الكيمياء، وواحد من علوم البيئة، ودكتور من هندسة. التخصص بتاعي هو فيزياء البلازما. ببساطة احنا بنعلمها للطلبة في الإعدادي إن الحالات المادة 3: صلبة وسائلة وغازية. لو جبنا الغاز وعملنا له إعطاء درجات حرارة كتيرة وسخناه لدرجة حرارة عالية، بيوصل بيحصل له حاجة اسمها إن الذرات بتاعته بتتكسر، وبتوصل بتتحول لحاجة اسمها تأين. الوسط الجديد ده أطلق عليه لقب بلازما، يعني ببساطة كأنه هو شبيه كده ببلازما الدم. إن الفكر كلمة بلازما اتخذت من بلازما الدم، إن الدم عبارة عن مكونات كتيرة، كرات دم حمراء وبيضاء والكلام ده، وكل ده بيتحرك جوه وسط اللي هو البلازما. برضو البلازما الموجودة في الفيزياء اتسمت لنفس السبب، إن عندنا أيونات كتيرة بتتحرك وحواليها ذرات، فعشان كده تسمى البلازما. الكلام ده كان من حوالي 90 سنة. بعد كده بدأت العلماء يعرفهم ايه الوسط الجديد ده وخصائصه ايه، فبدأ يبقى له تطبيقات كتيرة جدا جدا، وداخلة في حياتنا العملية دلوقتي في حاجات كتيرة. حاليا انا بعمل مدرسة خاصة بفيزياء البلازما بقالها 5 سنوات. المدرسة ديت بتبقى مدعمة من الجامعة البريطانية، وممكن اي حد ادعو ان اي حد يحب يدعمنا. فديت بقالها 5 سنين، الهدف منها ان احنا ننشر علم البلازما ما بين طلاب الجامعات، واذا كان في طلاب دراسات عليا. فكل سنه بيبقى حوالي اكتر من 70 طالب من 15 او 20 جامعه في مصر، بمشاركه 10 او 15 استاذ من جميع الجامعات، بيجوا يعطوا محاضرات. بيبقى وفي آخر يوم في انعقاد المدرسة بنعمل يوم مؤتمر، المشاركين بيقدموا الأبحاث بتاعتهم أو آخر الأبحاث اللي اشتغلوا فيها. فده بيحفز الطلبة إن هي تعرف المجتمع الجديد ده في إيه. هي الفكرة جت لي عن طريق إن أنا شاركت قبل كده في 4 مدارس في إيطاليا، فكانت المشكلة الأساسية إن هما بيختاروا كل سنة من مصر 1 أو 2. فطبعا نسبة بسيطة جدا اللي بتسافر كل سنة. فأنا فكرت ليه ما نعملش حاجة في مصر، وإن الشباب اللي موجود في مصر يتقدم له نفس المحاضرات ونفس المستوى العلمي اللي بيتقدم للناس بره. فده كان الفكرة أو الهدف من المدرسة.